من برنامجكم الصباحي كوفي بريك انطلقت معكم مشاهدينا حلقة جديدة معي أنا صامية، وعبر نص ساعة من الوقت تقريبا بتشارك أنا وياكم فقرات الخاصة من هوب سيلبرتيز جنرال نوليدج اراوند وورد. قبل ما نبلش حلقتنا مشاهدينا مثل العادة بدنا نبلش بإيجابية وحماس لحتى تبلش حلقتنا ونهارنا صح. اليوم رح نبلش بكلمات إيجابية من أغنية يلي هي بعنوان حلو الدنيا للفنانة نجوى كرم، لأنه مشاهدينا بالفعل الدنيا حلوة لو شو ما كان، ضلكن عم بتشوفوا من الكباية النص المليان. مشاهدينا نحن عنا أشياء كتيرة، في كتير عالم ما عندن إياها. كل لحظة انتو عايشين قولوا يا رب كتر خيرك، بمجرد انتو عم تتنفسوا عقلكن ونظركن بعضكن عم بتشوفوا اللون، هون اتأكدوا انه انتو كتير محظوظين وانه انتو أغنى أشخاص بكل الكون. على طول مشاهدينا تذكروا انه بعد كل دمعة في 100 ضحكة حلوة، وفوق كل شوكة رح تضل الوردة هي على طول عم بتضوي. مشاهدينا حلوة الدنيا لو شو ما كان، فقدروها وضلكن على طول عم تشوفوا النص المليان من الكباية. مع هالكلمات الإيجابية صار فينا نبلش حلقتنا مع أولى فقراتنا يلي هي هوب. بهوب كل مرة بناخد أمل من شخصية معينة، لأن احنا بمجرد اخترنا الأمل وتمسكنا فيه كل شي ممكن. اليوم رح نبلش ونخبركن عن هولي باتشر. هولي يلي بتبلغ من العمر 27 سنة، تم تشخيصها بأحد أخطر أنواع الأمراض يلي هو السرطان الخبيث. قررت هولي أنه تترك رسالة أخيرة لهيدا العالم قبل ما تروح، وبعد ساعات قليلة من كتابتها لهيدي الرسالة رحلت محاطة بكل عيلتها. وصلت الرسالة يلي كتبتها لآلاف الأشخاص ولامست مشاعرهم بكلمات مؤلمة بتتضمن الكثير من النصائح. نصحتنا أنه كانت هي تتخيل دايما أنه بس تكبر رح يملأ التجاعيد وجهها ورح يصير شعرها أبيض بطبيعة الحال، وخططت مع شريك حياتها للمستقبل، بس بتقول انه هذا الموضوع مؤلم لانه ما حيصير معها بما انه هي مريضة. بتقول هيدي هي الحياة هشة ثمينة، وكل يوم ما منعيشه هو بمثابة هبة لإلنا. وقت أصاب المرض رمت كل شي ورا ظهرها وبطلت تفكر بشي، خاصة وقت حست حالها انه قربت من وقت الرحيل. بتقول أنا عم شوف جسمي عم بتصيبه النحافة، وكل يلي بتمناه هو أنه يكون بمقدوري أنه أقضي مرة تانية عيد ميلادي، وأنه أقضي ليلة عيد الميلاد مع أهلي ومع شريك حياتي بس ليوم واحد إضافي. بتسمع الناس بيتذمروا من التعب، بس بتقول أعملوا كل شي حتى هو اللحظات يلي بتتعبوا فيهم، ضلكن اعملوا كل شيء لحد ما جسمكن يمنعكن من انه تعملوا حيال حركة بتقوموا فيها لو كنتوا تعبانين. بتقول كمان كونوا ممتنين لكل يوم ما بتحسوا فيه بالألم وما عندكن مرض معين. ايضا بتقلنا قدروا قيمة الاخرين، عيشوا حياتكن، في الصبح انتوا مبسوطين اسمعوا الموسيقى صوت العصافير، تحدثوا مع اصدقائكن. وأيضا بتقول تذكر أنه في أمر واحد بخليك بس تشعر فيه بالسوء ومش بمقدورك تغيره، هو أنه نكون فاقدين أكيد النعمة. بتقول علينا أنه نكون عم نتحلى بالشجاعة وبالصبر. بتقلنا أيضا قوموا بأمر مؤثر بالبشرية، مثل مثلا تبرعوا بالدم. هذا الموضوع يلي رح يخليكم تحسوا بالسعادة لأنك عم بتساهم بإنقاذ بعض الأرواح يلي بتكون عايزة هذا الموضوع. هي ايضا تبرعت بالدم، وبتقول وقتها هي عازت العالم تبرعوا لها بالدم، وهذا الموضوع كتير فادها وعاشت سنة زيادة عن من اللي كان مكتب له. بتقول ايضا ما تيأسوا، تابعوا حياتكم، لو شو ما صار خبروا العالم يلي بتحبون انكم بتحبون من كل قلبكم وبكل قوة. وبعد بضع ساعات من كتابتها لهيدي الرسالة بتتوفى هولي مع كل هيدي الإيجابية اللي عم تعطينا إياها. فمشاهدينا بعد كل هيدي الرسالة ما فيني أنا أزيد شي عليها، اسمعوا هيدي الرسالة مرة تانية، عيشوا حياتكم انبسطوا فيها، ما بتعرفوا أي ساعة بتصيبكم المرض أو مشكلة معينة، فأنتوا تمتعوا بحياتكم طالما جسمكم قادر على هذا الموضوع، طالما أنتوا قادرين على هذا الموضوع.
قصة أمل تانية اللي حنحكي عنها انطلقت من لبنان وبالأخص من منطقة زوق وكملت للأرز على الدراجة الهوائية أو البسيكلات. توني شحاضي يلي بيبلغ من العمر 46 سنة تعرض لإصابة من 33 سنة لورا وخسر إجره الشمال. خسر إجره أسر لغم كان بالأرض، فهيدي المشكلة وقت خسر إجره عرضته أكيد لشوك أو لتروما داخلية، حتى لدرجة ما بقى صار يحب يظهر لحتى العالم ما تشوف إجره، وكان كل ما يظهر يجري بخبي إجره الرايحة قدر المستطاع. من بعدها قرر أنه يكون عم بيوصل قضيته من خلال الحرة على دراجة نارية من لبنان بالأخص من منطقة الزوق وصولا للأرز. قطع مسافة 100 كيلومتر بحوالي 6 ساعات ليفرجي أنه ما في شيء بيوقفنا طالما عنا الإرادة والإيمان. المشوار صار فجأة بدون أي تحضير مسبق لإله. قام بالرحلة بيوم وبدات مميز اللي هو يوم عيد الرب لحتى من خلاله يكون عم بيوجه رسالتين. الأولى إنه من ضعفنا نحن فينا نخلق القوة لنمجد ربنا ونشكره على كل النعم يلي عم يعطينا إياها، من خلال كل إنسان كمان إنه يكون عم بيعرف قيمة كل شغلة عنده إياها، في كتير عالم ما عندها إياها. كانت آخر محطة لهيدي الرحلة محطة كنيسة مرسابة يلي دخل وبكى بقلبها وشكر ربه لأنه هيدي النعمة ما حدا في ياخدها منا طالما الله هو عطانا إياها. بيقول أيضا إذا ربنا ما بده يعطينا إياها ما نحنا ما فينا ناخدها من غير محل. بيقول أيضا ما في شي بحط من طموحك، بس المهم أنه أنت تتخطى كل شي وتتخطى القهر، لأنه القهر ما بيلبق لولا حدا. ومع كل هالأمال مشاهدينا اختاروا الأمل، لو شو ما كانت مشكلتكم، لو شو ما كان العائق الواقف بوجهكم، لأن أنتم مجرد اخترتوا الأمل وكنتوا عم تتمتعوا بالإرادة الصلبة كل شيء ممكن. مع كل هالأمال بننتقل للفقرة اللي بعدها اللي هي سيلبرتيز. بفقرة سيلبرتيز كل مرة بخبركم عن مشاهيركم اللي بتحبوا تعرفوا اخبارهم ان كانوا بلبنان بالعالم العربي او بالعالم اجمع. اليوم رح بلش لكم مع الصحفية والاعلامية اللبنانية ديما صادق. رح نقول لكم وخبركم انه ديما هي رفضت انه تكون او انه يكون أن الفتاة بس للزواج ومش للعمل. ديما رفضت انه تتخلى عن حلمها اللي هو حلم الصحافة اللي كتير منهم قالوا لها تخلي عنه. ديما ايضا ما وقفت عند حدود معينة اللي هو حدود البيئة والطايفة ويلي شافته ظلم وغلط حكيت عنه. ديما يلي هي مش مسيحية ابدا ببنتها، بنتها يلي اسمها ياسمينة يلي ولدت سنة 2007 وكان عندها مشكلة يلي هي متلازمة الجبار. هيدي المتلازمة هي نادرة جدا وبتسبب تأخر بالحس وبالحركة. هالتجربة كانت ديما متصالحة معها وطلعت وصارحت العالم على التلفزيون وخبرتهم بمتلازمة بنتها لتكون عم بتعرف العالم وتساعد غيرها من الأشخاص اللي عندهم مثل هذه المتلازمة أو مشابه لها. بتقول ديما لما تشوف ضحكة بنتها ياسمينة هي بتعلى عن الأرض. بس للأسف مشاهدينا أول ما بعض الأشخاص سمعوا بقصة ياسمينة استغلوا المتلازمة يلي عندها إياها وصاروا ينتقدوا إما ديما بالشخص بهذا الموضوع. مشاهدينا ثقافة الكره مش يعني أنه نكون عم نعير الشخص وقت يكون بلحظة ضعف أو بمشكلة معينة قاطع فيها ننطر ليقطع بهيدا الضعف لحتى نكون عم نعيره بمشكلته أو بالشي اللي عنده إياه. ومثل ما بقولكم كل مرة مشاهدينا المشكلة أو الاختلاف عند الشخص المعين هيدا أبدا منه إعاقة. الإعاقة ما بتكون لا بالجسم ولا بالاختلاف، الإعاقة بتكون بالتفكير وبطريقة التصرف. منكمل وبخبركم عن شخصية تانية بفقرة سيلبرتيز يلي هي كانت من مديرة فرع بأحد المصارف اللبنانية إلى صاحبة فرن صغير ببلدتها بلبنان وبالأخص بمحافظة جبال. عم نحكي عن جنان حايك، جنان يلي بتقول ما في شي صعب بالحياة طالما عقلنا براسنا وصحتنا جيدة. من ولا شي قدرت أنه تحقق شي ونحن كلنا فينا نحقق شي من ولا شي.
اشتغلت 28 سنة بالقطاع المصرفي، إلى أنه مثل ما صار الوضع مثل ما كلنا بنعرف هلأ بالمصارف، صار عندنا مشاكل بالمصارف وصارت عم بتخف التكلفة، وكل مصرف عم بيصغر الفروع تبعه وكمان يسكر البعض منه ويفلل الموظفين. فمن بعد ما صار هذا الموضوع عرضوا عليا أنه تكون عم تضل بس بمركز الإدارة، بس هي فضلت أن تكون عم تستقيل وبلشت بتحضير مشروع الخاص وأنه تفتتح فرن بالمكان نفسه يلي كان فرن بوقتها كانت طفلة. كرست نفسها لتتعلم هيدي الصنعة الجديدة يلي ما كانت بتعرفها من قبل، قريت عنها كتير وسألت وأعطت الفرن وقته وهندست العجينة لحتى صارت تصنع العجينة مثل ما لازم تكون. اسم الفرن سمته فرن النسوان. ليش فرن النسوان؟ نحن بنعرف إذا قلنا فرن النسوان يعني هو مثل قعدة نسوان بيقعدوا يحكوا على الغير، بس هيدا الشيء مش مزبوط ومش بهيدي الحالة. هي سمته فرن النسوان لأنه كل العاملات بهيدا الفرن هن من النساء. نكمل، ومثل ما ذكرنا خصصت هذا الفرن ليكونوا النساء والبنات بس عم يشتغلوا فيه ويديروه كله. وكمان بتقول انه النساء هن قادرين انه ينج هن على الانجاز، وكمان قادرين انه يفتحوا بيت بنفس الوقت. وهيك بلشت جنان بالعمل بهذا الفرن وحققت مشروع بنجاح مع امل وحب، وانتقلت من عالم الاموال الى عالم الطعام، واللي هي بتقول انه بتحب هذا الدومين وهذا الشغل تبع الاكل. مشاهدينا ما تخلوا شيء يقف في وشكم، طالما انتم عندكم الإرادة وطالما عقلكم براسكم فانتم فيكم تعملوا حيالله شيء. ما تستسلموا إذا غيرتوا شغل أو إذا استقلتوا من شغل معين، فانتم فيكم تلاقوا شغل تاني وفيكم تكون عندكم مهنة بإيدكم تستغلوها وتفتحوا فيها مثلا شغل معين مثل ما عملت جنان. وبعد فقرة سيلبرتيز بننتقل للفقرة اللي بعدها اللي هي جنرال نوليدج. في جنرال نولج مثل العادة معلومات وتيبس حتى أنت وأنا نستفيد منها بذات الوقت. اليوم منبلش بأول معلومة عنا وهي عن الفضاء، وبالأخص عن عالمة الفضاء جيسيكا يلي هي تعتبر أول امرأة مرشحة لتكون عم تروح على الفضاء ضمن برنامج أرتميس. عمرها لجيسيكا 34 سنة وهي أحد أعضاء فريق أرتميس يلي عم يستعد لمهمات قمرية مقبلة. بتقول لأنه هيدي الخطوات اللي حتكون مهمة للوكالة وللولايات المتحدة ولكل العالم، وبتشعر بامتنان كبير تجاه شو حققته النساء والعلماء من أصحاب البشرة السوداء بالأخص. تعاونت مع الناسا ببحوثها حول الروبوت أو الروبويات الجوال يلي هبط قبل 10 سنين على المريخ، ونشرت هيدي الدراسة العلمية يلي بتتمحور على المريخ. معلومة تانية كمان أيضا عن الطيران، ورح نحكي عن أصغر طيار بيكمل جولته بالطيران لحاله حول العالم. حقق المراهق البلجيكي البريطاني البالغ من العمر بس 17 سنة حقق طيران بمفرده حول العالم من بعد ما أقلع من مارس بهيدي السنة. ويوم الأربعاء هبط ماك بصوفيا، حيث هناك بلشت رحلته وحيث هناك في مقر للراعي الرئيسي، ووصل حشد كبير من الناس للمطار ليكونوا عم يستقبلوه. طار عبر 52 دولة عبر 5 قارات، وعبر أيضا الخط الاستواء مرتين من بعد ما أقلع من بولفيريا ب 23 مارس من هيدي السنة. كما حطم الرقم القياسي اللي حققته أخته زارا يلي كمان أصبحت أصغر شخص وأصغر امرأة بالأخص بتطير حول العالم على متن طائرة خفيفة الوزن، وهي بتبلغ كمان بس 19 سنة. حتى ماك رقم جينيس للأرقام القياسية ليكون أصغر شخص بيسافر حول العالم لحاله، وانتقل عبر القارة الإفريقية عبر منطقة الخليج، راح كمان للهند للصين ولكوريا الجنوبية. منكمل كمان راح على اليابان، على ألاسكا، على الولايات المتحدة، على كندا وغيرهم كتير طار لحاله عليهم. حلق على متن طائرة اسمها شارك، وهي واحدة من أسرع الطائرات الخفيفة الوزن وبسرعة بتوصل ل 300 كيلومتر بالساعة،
وبيقول والدهم انه هو فخور بولاده اكيد كتير لكل شيء حققوه لحالهم. نكمل مع ثالث معلومة عنا يلي رح نخبركم عن بعض الدول يلي هي مهددة بالزوال بسبب التغير المناخي. الدول المعنية وجهت إنذار للعالم رح تكون موجات الحرارة والأمطار الغزيرة والجفاف أكثر شيوعا وأكثر تطرفا. عنا ترجيحات بارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، فيه أن يؤدي هذا الارتفاع لمستوى سطح البحر بمقدار نصف متر وارتفاع مترين بحلول نهاية القرن. هذا بيعني تأثير مدمر على البلدان الساحلية المنخفضة. الدول الأكثر عرضة للزوال هي عنا جزر المالديف. جزر المالديف بسبب الفيضانات يلي بتصير فيها هي الدولة الأكثر انخفاضا بالعالم. معظم جزرها ما بيرتفع عن مستوى سطح البحر إلا 30 سنتيمتر، هذه اللي بحطها على حافة الانقراض بحلول عام 2050. الإمارات تاني دولة لأنه عندها ارتفاع بدرجات الحرارة، عندها متوسط درجات الحرارة بفصل الصيف بتوصل لل50 درجة مئوية، ويرجح أنه تعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة وبنسبة الرطوبة. اليابان أيضا بسبب الظواهر الجوية هي دولة كمان من الأكثر عرضة للوفيات بسبب ظروف الطقس، وب2018 عانت من كتير من الأعاصير. ننتقل أيضا عن السودان يلي عندها جفاف عالي خاصة بالأراضي الزراعية وتراجع مناطق الرعي فيها، ورح تكون كمان من الضحايا الأكبر. بعد هالمعلومات بننتقل أيضا بنكمل مع تيبس لحتى كمان نعطيكم معلومات حتى أنتوا وأنا نستفيد منها بذات الوقت. منبلش مع أول تيب يلي هي نحن هلأ مشاهدينا فتنا بشهر أيلول يلي هو شهر التوعية على سرطان الدم يلي بيتكون بالأنسجة المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم. رح نكون عم نحكي أكثر عن هذا الموضوع. هذا السرطان بيتشكل بخلايا الدم مثل ما ذكرت، خلايا الدم البيضاء يلي بتحارب العدوى والالتهاب. شو العوارض؟ العوارض هي عنا سهولة بحصول النزيف، عنا على طول عدوى متكررة، بنلاقي عنا حرارة أو تعرق خاصة بالليل، عنا تورم ونزيف بالنيرة أو باللثة. العوامل اللي بتزيد من خطر الإصابة بهذا المرض هو أنه نكون عم نتعرض لمستويات عالية من الأشعة، أكيد التدخين، أيضا عنا أنواع من الأدوية والعلاج الكيميائي يلي أيضا بيساعد أنه نحصل على هذا المرض. علاج سرطان الدم ليه بيعتبر هو معقد جدا؟ لأنه كتير من الصعب أو ما فينا أن نكون عم نستأصل بعملية جراحية هيدا السرطان يلي بيكون موجود. العلاج كمان بيتعلق بعوامل السن، بالوضع الصحي، بنوع المرض ومدى انتشاره بالجسم. أيضا مرض السرطان بالدم بالأخص بلبنان أكيد العالم عم بتعاني بسبب غياب الأدوية اللي عم نلاقينا يعني كلنا عم نعاني منها، وصعوبة كمان تلقي العلاج هيدا كمان بيزيد من صعوبة العلاج. مشاهدينا حتى ما حدا يخسر منا الأشخاص اللي بيحبون أو الأشخاص يلي حواليه، نشر التوعية بهيدا الشهر وبكل الأشهر حتى نضل نحن والأشخاص اللي بنحبهم كلنا حد بعض. من بعد هول المعلومات العامة وهيدا التوعية اللي لازم تنشروها ننتقل لفقرتنا الأخيرة اللي هي Around the World. بأراوند ذا وورلد كل مرة أنا وياكم بنسافر على بلد معين نتعرف على كل شيء بخص هيدا البلد. اليوم رح نبلش بسفرة على لبنان وبالأخص على الفن، وبدي أخبر كل محبي الفن وبالأخص الرقص عن الحفل العالمي يلي بيصير بالعالم يلي هو اللاتن فيستيفال. هذا الحفل يلي هو عالمي وكان للبنان كل سنة له حصة منه من هيدا الحفل. وبعد غياب سنتين على لبنان لهيدا الحفل بسبب جائحة كورونا يلي اجيت، هيدا الحفل بيرجع هيدي السنة يلي هو لبنان لاتن فيستيفال، بيرجع السنة وبيصادف بعد كم يوم من 8 ل 12 ايلول 2022. هن 5 ايام وخمس ليالي من الفن ومن الرقص، وبالاخص هو بيوقع بلبنان بمنطقة الجبال بإدا سانز ريزورت. لحتى يرجع هيدا الحفل ويرجع معه الحياة والفرح والفن للبنان،
والقايمين على هذا الحفل هن أنا الشيحة وجو حنا، اللي هن بفضلهم رح يرجع هذا الحفل واللي رح يرجع كل الفرح وكل الرقص والفن على لبنان ليرجع معه الحياة. هالحفل لمشاهدينا رح يضم أكثر من 120 صف رقص لكل شخص بحب يتعلم، رح يضم أكثر من 65 آرتست عالميين وأكثر من 24 آرتست محليين من لبنان. عنا منهم أشخاص بتعرفوهم وشاركوا بدانسينج وذ ستارز، هذا البرنامج الرقص. عنا ساندرا عباس، عنا أزادور روديان، عنا مايك بولاديان، عنا أيضا جيمي كلوي حوراني، رائد مراد وزين عساف وغيرهم من الرائسين المحترفين مثل كارن أبي نادر، كيسي، إيرينا طنوس وغيرهم كتير. أيضا رح يكون في أكثر من 15 دي جي، أكثر من 60 عرض رقص وغيرهم كتير. فمشاهدينا لكل محبين الفن والرقص، إن كنتوا بتعرفوا ترقصوا أو لا، فيكم تكونوا عم تشاركوا بهذا المهرجان لحتى تكونوا عم تتعلموا الرقص إذا ما كنتوا بتعرفوا، أو إذا كنتوا بتعرفوا لحتى تقووا مهاراتكم وكمان تنبسطوا وترجعوا الحياة أنتوا وهذا المهرجان على لبنان. أيضا بنكمل مشاهدينا بالفن، وبدنا أذكركم أنكم ما تنسوا تكونوا عم تدعموا بتصويتكم فرقة الرقص اللبنانية مياس يلي هي هلأ بأمريكا لحتى تكون عم بتوصل لمراحل متقدمة وتوصل للنهائيات. مياس يلي صاحب الفرقة ومصمم الرقص الخاص فيها هو نديم شرفان، يلي هن مثل ما كلكم بتعرفوا شاركوا ببرنامج أمريكاز جوت تالنت بأمريكا، وهلا كلنا لازم ندعم التصويت الخاص فيهم. وهلا مثل ما عم بتشوفوا طريقة التصويت عم تظهر قدامكم على الشاشة، فلكل الأشخاص اللي عايشين بأمريكا أو بتعرفوا أشخاص عايشين بأمريكا لازم تطلبوا منهم أنكم تكونوا عم تصوتوا لهيدي الفرقة اللبنانية لحتى كمان ترفع صورة لبنان وترفع صورة العالم العربي بأمريكا وبالعالم، وبركي بتربح هيدي المباراة. التصويت مشاهدينا ببلش اليوم بستة أيلول، فكتروا من تصويتكم وكل التوفيق للبنان ولهيدي الفرقة اللي هي فرقة مياس. بنكمل بسفرتنا، وهلا بدنا نسافر أنا وياكم على أبو ظبي. مشاهدينا أبو ظبي هي عاصمة الإمارات العربية المتحدة وعاصمة إمارة أبو ظبي. بتختلف الكثافة السكانية من منطقة لأخرى بقلبها، ومعظم المباني وسط المدينة تتكون من الأبراج المنخفضة الارتفاع أو عن الأبراج العالية أو عن الناطحات السحاب. ومن أمثلة الأبراج عن الفرع الرئيسي لبنك أبو ظبي الوطني، عن أبراج الاتحاد، عن مركز أبو ظبي التجاري العالمي وغيرهم. بالنسبة لعاداتهم عندهم الصيد هو من عاداتهم يلي بتعتبر أشهر أنواع الرياضة يلي عرفها الأجداد وبعدها لحديت هلأ. عندهم أيضا الفروسية، سباقات الخيل، سباقات القوارب، عندهم الرقص الشعبي، عندنا الأزياء الشعبية، الأكلات الشعبية مثل أكلة الهريس، عندنا أكلة الساكو المحمر، عندنا أيضا القرص المكبوز، وعندنا خبز الرقاق يلي هو هن مشهورين فيهم. بنكمل ومنخبركن عن أهم معجزات أبو ظبي المعمارية. خلينا نعرفكم عن المعجزات، أنه هي مدينة كنز معمارية، فهي بتحتوي على أول ناطحة سحاب دائرية الشكل بالعالم، وأول مبنى بيوصل ارتفاعه ل 300 متر، وأول مبنى بيرتفع 30 طابق. بنخبركم عن أهم المعجزات، بنبلش بقصر الإمارات. قصر الإمارات هو من أرقى الفنادق بالعالم، بيمتد عبر مساحة 84 هكتار، وبيضم شاطئ خاص له ومرس للسفن بيقسم لجانحين، وبقلبه قصر للضيوف ومساحات من الرمل، وهو بيحتل المرتبة الثانية ضمن قائمة الفنادق الأكثر تكلفة بالعالم، وصممه المعمار جون إليوت. ثاني معجزة بأبو ظبي هو فندق ياس أبو ظبي، هو يدعى أيضا بفندق ياس مارينا، هو فندق فخم صممه مالك شركة معينة بنيويورك، وهو أول فندق بيبنى ضمن هيدا المعمار هنيك، وهنيك بصير أكتر شيء سباقات الفورميلا 1. وأيضا بيتكون من برجين وارتفاعه 12 طابق، بيوصل بيناتهم جسر زجاجة
مغطى بهيكل حديدي وعنده نظام إضاءة يلي هو اللاد يلي بيسمح ببث الفيديوهات على الألواح الزجاج يلي بتغير لونها وهي شبيهة بالألماس. ثالث معجزة بأبو ظبي عن أبراج الاتحاد هي عبارة عن 5 أبنية مدهشة وعملاقة توقع بال قصر الإمارات. هن 3 أبنية مخصصة للسكن، تحتوي على 14 طابق وعنا محلات تجارية فيها، أيضا متاجر عالمية، تم تصوير فيلم فاست أند فيوريوس السابع ضمن هيدي الأبراج. رابع محل اللي هنروح عليه هو جامع الشيخ زايد الكبير يلي هو أحد المعالم الرئيسية يلي بيزورها السياح لأهميتها الدينية، وهي بتحتوي أيضا على ضريح أول رئيس للإمارات العربية المتحدة ويلي هو زايد بن سلطان. ننتقل لجسر الشيخ زايد يلي صممت المهندسة العراقية هذا الجسر ليكون رمز للفخامة وللعظمة يلي بتتمتع فيها أبو ظبي. بيبلغ طوله 842 متر، هدفت أن تكون عم تجعله جوهرة التاج لدولة الإمارات، وخلطت بين التقليد الإسلامي وأسلوب الفن العربي، وأيضا هو يضاء بألوان رائعة. ننتقل لآخر معجزة بأبو ظبي يلي هو بوابة العاصمة يلي هي ناطحة سحاب، اسمها بوابة العاصمة وبتعتبر من أغرب المباني بالعالم. بتميل مثل ما شايفين مشاهدينا بهيدي الصورة، بتميل هيدي الناطحة بزاوية كبيرة ب4 مرات أكبر من برج بيزا، بس هي أكثر ثبات من برج بيزا، وبتحتوي على 35 طابق، وبقلبها دخلت هي على كتاب جينيس للأرقام القياسية. مشاهدينا، مع جسر الشيخ زايد ومع بوابة العاصمة بنكون انتهت برمتنا على أبو ظبي. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذه البرمة. مشاهدينا، هذه كانت حلقتنا يلي كانت مليانة بالأمل بإخبار عن مشاهيركم اللي بتحبوا تعرفوا أخبارهم، إن كان بلبنان بالعالم العربي أو بالعالم أجمع. رحنا على معلومات عامة وعلى تيبس بتفيدكم وبتفيدني بنفس الوقت، وسافرنا على أبو ظبي وتعرفنا على مهرجان اللي حيصير هلأ، وكتروا من تصويتكم لفرقة مياس. مشاهدينا، تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي مريم تي في لبنان وعلى فيسبوك أيضا، وأنا بشوفكم بحلقة لاحقة. من هلا لوقتها ضلكم عم بتتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، حضروا كل برامج مريم تي في بالأخص كوفي بريك. باي باي.